نيجي للعلاج اليدوي بقى، تمام يا فندم. جزء مهم في العلاج الطبيعي، ودايما بالظبط. دكاترة العظم يقول لك العلاج اليدوي ده ممكن يبقى أهم من الأجهزة وتقوية العضلات. يعني إيه الفرق بقى بين بس العلاج مين اليدوي يعمله؟ وال آه لان طبعا لان الإيد في اللي مشكله تعمله. كبيره جدا ان احنا بنخلط مره تانية ما بين العلاج اليدوي والمساج، واي حد بيفهم في اي حاجه ليها علاقه بيقول على نفسه علاج طبيعي. يعني في متخصصين وفي ناس بيتعاملوا مع المساج، واللي انا عارفاه ان العلاج اليدوي ده لازم يعالج الا واذا يعمل اضرار اكتر ما ممكن احنا نكون متوقعين، فعايزين نعرف الفرق ونقيم الشخص ازاي. دلوقتي هو اهم حاجه في الموضوع ازاي نقيم الشخص زي ما حضرتك قلتي، عشان يعني نوجد له خطه العلاج المظبوطه والواضحه اللي تقدر تجيب معاه نتيجه وتقدر تصلح المشكله او الباسو ميكانكس او المشكله الميكانيكيه اللي موجوده في جسم المريض ده. حلو قوي. دلوقتي المساج ده حاجه استرخائيه بتتعمل للناس الطبيعيين علشان مزيد من الاسترخاء والرفاهيه. اما العلاج اليدوي يعني. انما العلاج اليدوي ده بيتعمل لشخص مريض لتحويله من شخص مريض الى شخص معافى باذن الله تعالى. فانما العلاج اليدوي استعمال مهارات الايد المختلفه بمدارسه المختلفه اللي موجوده في دول كتير في العالم وبقى فيها ثوره في الفتره الاخيره، ودي بتقدر تعالج سبب المرض وليس عرضه، عشان دي نقطه مهمه قوي. في ناس كتير عندها انطباع ان لو جالي الم في عظامي او في اعصابي كلها تبقى مسكنات ووقت هنقضيه ومجرد بنعدي وقت، وان الحاجات دي ملهاش علاج وهتبقى مسكنات وبس، وناخد بسط عضلات زي ما حضرتك قلتي وخلاص ونمشي نفسنا. ده كلام مش مظبوط. احنا بالعلاج الطبيعي بمشتقاته سواء بالعلاج الكهربي او العلاج اليدوي او العلاج المائي او بكل الوسائل اللي موجوده فيه، ومن اكتر العلوم الطبيه اللي اتطورت وتحسنت خلال الفتره الاخيره وتقدر من ثوره التكنولوجيا تشفي. دي وبتشفي شفاء كامل وبتغير شكل الاستراكشر بتاع الحاجه المصابه. طب دكتور، احنا مريض. عندنا على السوشيال ميديا وخاصه في على التيك توك وعلى الانستجرام كم فيديوهات ترقعت عظم من هنا لغايه ما انت عايز، وشايفين شخصيات انا معرفش مين اللي بيطرقع الرقبه واللي بيطرقع الظهر واللي يمسك فوطه ويقوم شادد رقبه الراجل فيقوم تك والتاني يقول لك حلو، اللي الراجل يكون داخل له مقتب فيطلع بعد كم ضغطه فرد طوله، ودي على شايفينها. ايه الصح والغلط في ده؟ احنا ممكن نؤدي الى كارثه لو الشخص اللي بيعمل الكلام ده شخص غير متخصص غير حاصل على لايسنس انه يؤدي الموضوع ده. العلاج الطبيعي والعلاج اليدوي والطرقعه بتاعه الفقرات والعظام دي كلها مهارات طبيه لازم اللي يكون بيعملها يكون واخد بيها لايسنس ويكون واخد بيها رخصه مزاوله مهنه ويكون يقدر يمارسها في اطار طبي. لو اتعملت مع حد غير متخصص ممكن تؤدي الى سادن ديث، وفاه مفاجاه، ممكن تؤدي الى كسر فقرات، الى كسر عظام، الى شلل رباعي، يعني ممكن تؤدي الى كوارث لا حصر لها، تؤدي ان الشخص اللي رايح يعمل حاجه عشان يرتاح شويه يفضل معاق بقيه عمره كله. فتخيل يعني الكارثه اللي ممكن تحصل. يعني تخيل الشخص رايح عشان يطرقع رقبته عشان يحس ان الدنيا بقت احسن معاه وهو مور ريلاكسد، يطلع بعد كده على كرسي متحرك بقيه حياته.